السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أصدقائي الفضلاء. في هذا الفيديو هذا كنخص الذكر، أجمل التحيات لكل أصدقاء اللي كيتابعوا هذا العبد الضعيف. سبحان الله العظيم، عندنا أصدقاء يحبونا ويتصلوا بنا ويسولوا فينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. واسأل الله تعالى أيها الكرام أن يجعلني عند حسن ظنكم، واطلب الله كذلك نعم أن يجعلنا من المتحبين فيه عز وجل. وبهذه المناسبة هذه أحببت أن أذكر إخواني بهذا الحديث الشريف، بأن الله عز وجل يوم القيامة يوم الحسرة والندامة بأنه هينادي سبحانه نداء يليق بجلاله لا إله إلا الله، يقول أين المتحابين، أين المتصاورين، أين المتجالسين. فكل الناس فهمتي يقوموا، حتى اللي كانوا كيحبوا الناس ديال الفضائح والمصائب حتى هذوك ينوضوا، اللي كانوا كيحبوا نعم الناس اللي غير على المنهج الصحيح. ولكن رب العالمين هيخص الذكر يقول فيه، أي فيه سبحانه وتعالى. علاش النبي صلى الله عليه وسلم وصانا وقالنا إذا كنت كتحب شي واحد خصك تخبره تقول له إني أحبك في الله. والله يا أيها الكرام إني أحبكم في الله، بلا طمعية بلا والو، والله مش صبيغة. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كيقول من صنع لكم معروفا فكافئوه. نعم، والإنسان يرد الجميل. فأخوتي ما لقيت ما نقول لكم، يكفيني فيكم قولا جزاكم الله خيرا يا أهل الجود والكرم، وأعيدها بلسان طويل يا أهل طنجة حياكم الله. تحياتي سيدي محمد الجياري، ومنسوا سيدي إبراهيم الصمدي وخويا السيمو ناس حي السواني نعم، والناس ديال المرجان وكل أصدقاء حفظكم الله ورعاكم. والله العظيم كما كتدخلوا علينا الفرحة والسرور والبهجة، الله يدخل عليكم الفرحة والسرور يوم لقاء الله في القبر وفي المحشر، حتى الإنسان هذا تبعه عقبات متتالية. اطلب الله عز وجل أيها الكرام جعلنا عن حسن ظنكم، حفظكم الله ورعاكم. واليوم يوم الجمعة سير الأيام، حتى رب العالمين هو القائل وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا اليوم هذا له ميزة وله خاصية، من بين الخاصية في هذا اليوم بأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء موجه لأهل الإيمان. فينكم يا أهل الإيمان؟ والله تعالى قال هذا عتاب لبعض الناس دعوا بأنهم مؤمنين. الله قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إياك يا أخي الكريم تكون بهذا الصنف هذا، نعوذ بالله نعوذ بالله. فأيها الكرام نعم، قال الله عز وجل حق في هذا اليوم هذا لا إله إلا الله يا أيها الذين آمنوا، ما قالش الله يا أيها الناس أو يا أيها المسلمين، لا قال يا أيها الذين آمنوا. هذا النداء الرباني يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولهذا أيها الكرام قد آن الأوان وأتى الوقت نمشيو عند ربي العالمين. فهمتي الإنسان يتوجه إلى الله ففروا إلى الله. ومع هذا يجي واحد اليوم أيها الكرام متلقوا رب العالمين وطلبوا الله عز وجل يرضى علينا جميعا. أحييكم ثم أحييكم، السلام عليكم، طابت أوقاتكم بكل خير. كنتم معي من مدينة طنجة الحبيبة. هذه المدينة هذه راه كنمشي عليها بالدرابل.